بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الآيات الأخيرة من سورة من الجزء 30 مليئة بالأقسام والأقسام المتوجهة إلى عناصر الطبيعة، فيها ذكر الكواكب، ذكر الفجر، الضحى، الليل، النهار، الإكثار من الآيات الآفاقية إن صح التعبير. الله العالم اختيار هذه الأقسام كأنه دعوة للإنسان أن يربط بين عالم التكوين وعالم التشريع. إنسان مثلا زار قبة النجوم قبل صلاة المغرب مثلا، رأى هذه الكواكب التي يذكرها القرآن الكريم، الجوار الكنس والليل إذا عسعس. بعد ذلك الإنسان عندما يأتي ليصلي حقيقة يعيش حالة من الخشوع، يعلم أن من يعبده الآن هو صاحب هذه المجرات، درب التبان وغيره، رب هذه الشمس، رب هذا الوجود، يخشع. ولهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء لا يستبعد أن ينطبق في هذه الحالة على الإنسان. إذن التدبر في الأقسام القرآنية، وفي بالك أن هنالك كتاب حول أقسام القرآن الكريم، كذلك سورة الليل فيها هذه العناصر، والليل بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. هنا ما خلق الذكر والأنثى إشارة إلى رب العالمين، ولكن لماذا قال وما خلق؟ مفروض هكذا ومن خلق الذكر والأنثى. هنا بعض المعاني الدقيقة، ومنها قسم بالقدرة التي خلقت الذكر والأنثى. طبعا هذه القدرة بيد الله عز وجل، وهو صاحب هذه القدرة. إن سعيكم لشتى، أنتم الناس سعيكم في الحياة، نعم سعي مختلف. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. حقيقة أعمال الناس عجيبة، ترى في أسرة واحدة ولدان وبينهما بعد المشرقين في السلوك، الأب هو الأب، الأم هي الأم، البيئة هي البيئة، ما الذي جرى لا ندري. طبعا هنا الاختيار البشري. القرآن الكريم يقسم أصحاب هذه الأنواع من السعي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم الذي يعطي ماله، يتقي ربه، صدق بنهايات الأعمال وهو الجزاء، فسنيسره لليسرى. هنا بحث عميق في كلمة فسنيسره لليسرى. السؤال أولا، فسنيسره لليسرى في الدنيا أموره تمشي، فلنحيينه حياة طيبة. أنتم تعرفون المؤمن من أسعد الناس، من أسعد الناس في الحياة الدنيا، لأن منشأ كل خوف وقلق أمران، إما الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي. أصحاب الأسهم ما الذي يقلقهم؟ حزنهم على عدم شرائهم فيما مضى عندما كانت الأسهم رخيصة، وخوفهم من نزول السعر في المستقبل. وقس عليهم كل أصحاب المكاسب وكل الناس، حتى الموظف هكذا حالته الآن، تارة الخوف على المال، وتارة على الصحة، وتارة على الذرية، وتارة على الأمن والأمان. كل إنسان له ما يخاف من، وله ما يحزن عليه. ولكن أولياء الله ما صفتهم؟
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رأيت مؤمن يخاف من المستقبل؟ هذا ليس بمؤمن، هذا يعيش منتهى الأمن والأمان. ومثال إبراهيم الخليل عندما ألقي في النار أصحاب سيد الشهداء ليلة عاشوراء، وقس عليهم. نحن رأينا بعض الصالحين، بعض العلماء يقول أنا في حياتي ما خفت شيئا ولا أحدا، هذا صفة المؤمن. على كل حال، فسنيسره لليسرى، هذا معنى. وقال البعض فسنيسره لليسرى في الآخرة حيث النعيم، ولا مانع من الجمع، نيسره لليسرى في الدنيا والآخرة. هناك بحث آخر أيضا دقيق وإخواني معي، لأن هذا من الأمور الموجبة للحركة في الحياة. رب العالمين كيف ييسر الإنسان السبيل؟ إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الهداية على قسمين، طبعا هناك هداية تكوينية كهداية النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وهناك هداية تشريعية، هداية الأنبياء للأمم، وهنالك هداية بمعنى إراءة الطريق، وهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. إنسان بصير، هذا مثال جيد، إنسان بصير له عينين، يقول لك أين بيت فلان؟ تقول اذهب يمين شمال المنزل الفلاني، يكفي هذا المقدار. هنا ماذا عملت؟ أريته الطريق. ومرة أعمى، هل إنسان يقول للأعمى اذهب يمين شمال اقرأ الرقم الفلاني؟ لا يقال الأعمى هكذا، تأخذ بيده أو بعصاه وتجعل يده على باب المنزل، تقول هذا هو البيت. الأول يسمى إراءة الطريق، والثاني يسمى الإيصال إلى المطلوب. وفرق بين الهداية بهذا المعنى والهداية بهذا المعنى. رب العالمين له سياستان في العباد. الهداية بمعنى إراءة الطريق موجودة، الأنبياء جاءوا لإراءة الطريق، ولكن للبعض القضية أرقى من إراءة الطريق، بحيث يشمل ماذا؟ يشمل الإيصال إلى المطلوب. يقول صاحب تفسير الميزان رحمه الله، هذا المفسر الكبير، عندما يصل إلى هذه الفقرة، أحب أن أنقل لكم متن ما يقول، لأن البعض قد يستغرب الثاني. يقول الأنبياء شغلهم إراءة الطريق، أما أن يأخذ أحدنا أن يأخذ بيد الأعمى إلى البيت، ليست هذه السنة الإلهية. يقول ومعنى الآية إن كان المراد بالهدى إراءة الطريق، يعني المعنى محتمل، محتمل الإراءة ومحتمل الإيصال إلى المطلوب. يقول إن كان المراد إراءة الطريق ذكر تفسيرا، وإن كان المراد به الإيصال إلى المطلوب ما معناه؟ يقول إنما نيسر هؤلاء لليسرى من الأعمال الصالحة أو من الحياة السهلة الأبدية ودخول الجنة، لأنه من إيصال الأشياء إلى غاياتها. كما أن رب العالمين يدخلك الجنة في الآخرة، كونوا معي في هذه الجملة تفتح لك أفقا، كما أن رب العالمين يوصلك إلى الجنة، لا يقول في عرصات القيامة اذهب يمين شمال حتى ترى الجنة، يدخلك الجنة، بل أعلى، وأزلفت الجنة للمتقين، الجنة تأتيك، لا أنت تذهب إلى الجنة. هذه الحركة الإلهية بالنسبة إلى الجنة في الدنيا للبعض أيضا، نعم هذا موجود، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، عكس التيسير. إنسان معقد أينما يذهب يفشل،
لا نجاح في زواجه، لا نجاح في تجارته، لا نجاح في ذريته، لا نجاح في سمعته، حياته البعض هكذا يشتكي ويقول، يقول حياتي منقلبة رأسا على عقب، ليس فيه خير. والإنسان إذا وصل إلى مرحلة من مراحل اليقين بهذا، الانتحار أمر طبيعي جدا لهؤلاء، هكذا ينتحرون. أرجع وأقول كيف رب العالمين ييسره للعسرى، يضله. الهداية عرفناها شيء طيب. هنا أيضا عبارة جميلة لبعضهم يقول أيضا رب العالمين لإضلال العبد يكفي، آخر كلمة، لإضلال العبد يكفي أن يرفع عنه موجبات الهداية، لا يلتفت إليه، لا يقوي قلبه. وربطنا على قلوبهم، لا يربط على قلبه، أصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. رب العالمين مو ملزم بهذا العطاء، يكفي يرفع عنك الحماية والمدد والهداية فتصبح ماذا؟ في الوادي، بمثابة إنسان يقودك للأمام. هذا الأعمى، نضرب مثال الأعمى، الأعمى تقوده للطريق، أثناء الطريق يتكلم كلام لا يعجبك، يتكلم عليك، يتكلم كلام فاحش، ماذا تعمل؟ تقول أنا لا شغل لي بك، تتركه فيسقط في الحفرة. أنت ماذا عملت؟ أنت تركت المدد. ولهذا نعم ختامه مسك، نطلب من الله هذه الطلبات الثلاث. إلهي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا، اللهم لا تردنا إلى سوء استنقذتنا منه أبدا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. والفاتحة مع الصلوات.